انت قعدتي تخدمي على الناس كلها ونسيتي نفسك. انت ما تتصوريش قد ايه وحشتينا لما سبتينا. اسكندريه بقى دمها تقيل قوي. بالحقيقه انا اللي حسيت ان مصر من غيركم دمها تقيل. يعني وحشناكي قوي. انا معجب بزوجك يا سعاد، ممتاز في كل حاجه، تسريحتك، مكياجك، الفستان الرائع اللي انت لابساه. افتكر ندخل جوه احسن. امرك. اسبقني انت يا دكتور احمد. حاضر. دايخة شوية يا حبيبي. بابا بابا طن سعاد دايخة. سلامتك. روحي يا عصام للماما وهاتي الكولونيا من فوق. حاضر. سلامتك. في ايه يا عصام؟ طن سعاد دايخة. ها ازيك دلوقتي يا سعاد؟ الحمد لله. الظاهر بتتعب نفسها في الشغل اكتر من اللزوم. انت خدتينا قوي يا سعاد. متشكرة قوي. وحياتك يا عصام تقول سيدي ندال. استنى يا عصام، بابا هيوصلها. معقولة يا سعاد؟ أحمد. أنا الاثنين. اتفضلي. هطمن عليك بالتليفون. تصبح على خير. مع السلامة. ما تتأخرش يا أحمد. هدى. نعم يا خال. زي سعاد دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله. احمد راح يوصلها. ايه بتفكر في ايه؟ ابدا. مالك خايف؟ خايف من ايه؟ خايف اذا حطينا الكبريت جنب البنزين يولع. قصدك ايه؟ احمد وسعاد. ايه خبر يا خالي؟ بتشك في احمد؟ مالكش حق ابدا. انا ما بشكش فيها هدى، احمد انسان ممتاز جدا، لكن يا بنتي الطبيعه البشريه لا حكم. الرجاله في سن معين بين العين والخمسين بيمروا بفتره اسمها المراهقه الثانيه، لو تواجدوا في ظروف مثيره بيضعفوا ويقعوا في الغلط. مش احمد يا خالي اللي تخاف منه، انا بثق في احمد أكتر من ثقتي في نفسي، وكمان بثق في سعاد، دي أعز صديقة ليا في الدنيا. ها؟ ربنا يخيب ظني يا بنتي.